GTP door Linux malware targets telecoms exploiting GPRS roaming networks. Threat hunters اكتشفوا a new Linux malware called GTP door. هالmalware is designed to be deployed بشبكة الاتصالات اللي بتكون حد لل GPRS roaming exchanges أو ما يعرف بال GRX. المالوير يعتبر جديد من حيث الاستفادة من الجي بي ار اس تانلينج بروتوكول فور كوماند اند كنترول كوميونيكيشنز. الجي بي ار اس رومينج بيسمح للسبسكرايبرز تو اكسس الجي بي ار اس سيرفيسز تبعهم بس ما يكونوا قدرانين يعملوا كونكت على الهوم موبايل نتورك تبعهم، وهيدي بتصير عن طريق الجي ار اكس يلي بينقل الرومينج ترافيك يوزينج جي تي بي بين الفيزيتد والهوم بابليك لاند موبايل نتورك ال PLMN يعني. وقال السكوريتي ريسيرشر هاكسروب يلي اكتشف 2 جي تي بي دور ارتيفاكتس انعملن ابلود على فيروس توتل من الصين وكمان من ايطاليا انه الباك دور من المرجح يكون لينكت لانون ثريت اكتر تراكت از لايت بيسن المعروف ب UNC 1945 يلي تم الكشف عنه مسبقا بواسطه الكراود سترايك باكتوبر 2021 بسلسله الهجمات يلي استهدفت قطاع الاتصالات لسرقه المعلومات تبع المشتركين والميتا داتا تبع الكل. اول ما يعمل ران اول شيء بيعمله جي تي بي دور هو انه بيغير البروسيس نيم تبعه وبيكتب syslog بيتنكر كsyslog invoked from the kernel. هيك قال الريسيرشر. وقال كمان انه بيمنع الchild signals and then opens a raw socket يلي رح تسمح له يتلقى ال UDP messages يلي عم توصل عن network interfaces. يعني اذا بدكم بغير طريقة للGTP door بيسمح للأكتر that already has established persistence على roaming exchange network انه يعمل كونتاكت مع compromised host من خلال ارسال GDPC echo request messages مع malicious payload. هالماجيك GDPC echo request message رح يكون مثل tunnel او channel او a way to transmit a command to be executed على ال infected machine وبترجع ال results لل remote host. وقال الباحث بالحرف GTP door can be covertly probed from an external network لنحصل على الـ response وكله بيصير by sending a TCP packet من حيالة port number. إذا الـ implant كان active a crafted empty TCP packet بترجع بتنبعت بس هون بيكون فيها الـ information إذا كان الـ destination port open أو responding على الـ host. هالـ implant كأنه معمولة لتخرق الـ hosts that directly touch the GRX network. How do usually بيكونوا systems that communicate to other telecommunication operator networks via the GRX. هذا كان السايبر سيكوريتي نيوز تبعنا. إذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وأنا برجع بشوفكم في فيديوهات تانية.